بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اشكرت ابونا ارسانيوس على اتضاعه ومحبته انه اديني فرصه اتكلم معاكم في موضوع عن الكريستولوجي عند القديس اثناسيوس الرسولي. هو الحقيقه يمكن العنوان في مش عارف هو نفس العنوان ولا لا، بس أبونا إرسانيوس يعني عشان إحنا في فترة أو في مناسبة صوم الميلاد وفرحانين بتجسد المسيح ومنتظرين نفرح بميلاد المسيح، فمهم جدا يبقى عندنا فكرة عن التجسد الإلهي، خاصة في فكر آباء الكنيسة العظماء زي القديس أثناسيوس الرسولي. معروف أنه قديس أثناسيوس كتب باللغة اليونانية، ومعروف أنه أحد أعمدة آباء الكنيسة العظماء. حتى كنت لسه بقول لحد من أحبائنا يعني بيسموه في علماء اللاهوت أو الدارسين أوميجاس أثناسيوس، يعني العظيم أثناسيوس، زي ما برضو بيتسمى القديس كيرلس عمود الدين أوميجاس كيرلس، قديس كيرلس العظيم، ونسمى القديس أنطونيوس أوميجاس أنطونيوس العظيم أنطونيوس. فلقب العظيم ده مش لأي حد. عارفين زي بالظبط في السياسة يقول أوميجاس ألكساندروس الإسكندر الأكبر، فاللقب نفسه عارفين زي لقب السير لو حاصل على اللقب الملكي دوت بتاع إنجلترا سير فلان. العظيم أثناسيوس من أعظم الآباء اللي كتبوا في التجسد الإلهي، وكتب بحرفية وكتب لاهوت عالي المستوى ورد على الهرطقة ويعتبر كتاب تجسد الكلمة مدرسة نتعلم منها يعني. فأنا أرجو وأتمنى أن إحنا خلال فترة الصوم وإحنا مشغولين بفكر التجسد الإلهي أفضل منبع نستقي منه هو القديس أثناسيوس أو كتاب تجسد الكلمة. قبل ما ندخل في التجسد في ثلاث قضايا أو موضوعات نعتبرهم أساس الإيمان المسيحي، نقولهم مع بعض: قضية الخلق، قضية السقوط، قضية الفداء. نقولهم تاني: الخلق، السقوط، الفداء. لو حصل خلل في أي قضية من دول أو أي موضوع من دول يبقى زي المبنى الهندسي اللي هو قايم على الثلاث أعمدة دول، إذا وقع عمود منهم وقع الإيمان كله، حاشا يعني، لكن بمثلها لكم كده. إيه مشكلة الخلق وإيه مشكلة السقوط وإيه مشكلة الفداء؟ طبعا الخلق في حد ذاته لما تيجي تفتح كتاب زي سفر التكوين أو أحد طبعات الكتاب المقدس نستغرب أحبائي إن احنا نلاقي هامش كده في الحداشر إصحاح الأولى من سفر التكوين يقول لك ليس شرط أن يكون هذا الكلام حرفيا تم حرفيا، إنما هو ناحية رمزية، أو إن قصة الخلق قصة آدم وحواء دي قصة رمزية، لكن ما كانش في حد اسمه آدم وما كانش في حد اسمه حواء. طب ولما هو ما كانش في حد اسمه آدم وحد اسمه حواء ولما كانش في أيام الخليقة الستة، ليه الكتاب المقدس ذكر انهم أيام خليقة وليه الكتاب المقدس ذكر قصة الخلق وذكر آدم وحواء؟ وللأسف الكتب دي الكتاب ده مش كتاب تفسير ولا كتاب روحي ولا كتاب تأمل، ده كتاب مقدس نفسه. فده موجود للأسف في الفكر الكاثوليكي اللي كنيستنا بترفضه بكل شدة. احنا بحسب إيماننا أن كل الكتاب هو موحى به من الله،
ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كمان لما يقول كل الكتاب معلمنا القديس بطرس يقول أنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إيه؟ إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالكتاب المقدس يشهد لنفسه، فلما يجي حد يزعزع مسألة الخلق ومسألة الوحي يبقى أنت كده بتهد في أساسيات الإيمان المسيحي، وهنا الخطورة. يقول لك أنت زعلان ليه؟ أصل دي إحنا يهمنا من الكتاب المقدس إن رسالة الخلاص وصلت وخلاص، يعني ده رسالة بيقول لك المسيح جه وخلصك وأنت محتاج للخلاص. قل له لا، بس مش كفاية، لازم الكتاب يكون ليه مصداقية. ولما الكتاب يشهد عن نفسه، يعني الروح القدس هو اللي بيشهد، يا كده يا مش كده، ما فيش حل وسط، ما فيش رمادي، يا ابيض يا اسود. فتستغربوا ان هذه القضيه سواء الخلق او السقوط يتعرض ليها القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمه، يتعرض ويبدا يرد على فلسفات وهرطقات وتعاليم غريبه كانت موجودة في أيامه قبل ما يدخل في قضية التجسد. وده اللي يبين الارتباط الوثيق ما بين إثبات مصداقية قصة الخلق إنها مش قصة، مش أساطير. لما يطلع حد يقول لك ده أساطير قول له ده أنت اللي بتقول أساطير، الكتاب المقدس ما فيهوش أساطير. الكتاب المقدس لما ذكر أشنع الخطايا وأصعب المواقف، لما يذكر ان امنون زنى باخته سمار في اصعب من كده، لما يذكر ان قايين قتل اخوه هابيل في اصعب من كده. طب اذا لما يذكر ان ربنا خلق واحد اسمه ادم يبقى فعلا خلق واحد اسمه ادم وخلق واحد اسمها حواء، وان قصه الخلق مرتبطه بتحذير ربنا لادم وحواء من جميع شجر الجنه تاكلها ما عدا شجره ايه، يبقى ده مش براميسيا، ده مش قصه، ده مش حكايه، ده مش مثل، ده حقيقة واقعة. كان بسبب أن الخلق حقيقة يكون السقوط كمان إيه؟ حقيقة، وتكون نتائج السقوط حقيقة، وبالتالي يكون الفداء نفسه والتجسد إيه؟ حقيقة. وإلا يبقى التلاتة إيه؟ مبنيين على بعض سلسلة كده، لو اتفكت الحلقة اتبهدل الباقي كله. فتشوفوا في بداية كتاب تجسد الكلمة قديس أثناسيوس يبقى فيه ثلاثية مهمة جدا في ذهننا وإحنا بنتكلم: الخلق، السقوط حقيقة، وبعدين يستنتج الفداء. قديس أثناسيوس يجابه ثلاث مدارس أو ثلاث بدع مهمة أو نبقى عارفين. أول حاجة هما جماعة الأبيكوريين. جماعة إيه؟ الأبيكوريين أو الأبيكورية. إيه جماعة الأبيكوريين؟ دول نسبة إلى واحد اسم أبيكورس كان موجود أيام القديس أثناسيوس وقبله، وبينادوا قال لك إن الخلق ده مجرد مصادفة زي نظرية الانفجار العظيم. إحنا متابعين دلوقتي التحديات الإيمانية ويقول لك إن الخلق ده ما فيش الله، وإن الكون ده اتخلق نتيجة انفجار كده حصل في الكون فتشكل الكون. عجب العجاب ان القديس أثناسيوس يرد على جماعة أبيكوروس او جماعة الأبيكوريين ويقول لهم لا، الخلق مش مصادفة، وبعدين يثبت لهم بالمنطق. فيقول لهم لو الخلق ده كان مصادفة فلماذا ما كانش كل الانسان دراع؟ ليه مش كل الانسان عين؟ ليه مش كل الانسان رجل؟ ما هي صدفة بقى. فلو صدفة يبقى كوم اي كوم على بعضه كده وقال لك ايه؟ ده مصادفة. طب ليه الكون مش كله نجوم؟ ليه مش كله كواكب؟ ليه مش كله مية؟ ليه مش كله يابسة؟ ما هي صدفة. لكن عجب العجاب انه كل خلية حتى في جسم الانسان مش كل عضو بيمشي بهندسة على اعلى مستوى ودقة متناهية علمية. ده داخل الخلية الواحدة العلماء يشوفونا ويوصفونا حاجات في منتهى الدقة العلمية وفي منتهى النظام والالتزام، ولو حصل خلل في خلية معينة يحصل مرض كبير الآخر. يعني بعيد عنكم مرض الكانسر مثلا، بعيد عنكم مرض الكانسر،
هو عبارة عن إيه؟ ما هو نمو، بس نمو إيه؟ نمو بالصدفة، اللي هو نمو عشوائي، نمو غير منتظم، فيعمل مرض الكانسر، هذا الكانسر. فالقديس أثناسيوس العظيم يرد على الأبيكوريين، جماعة الأبيكوريين، ويقول لهم لا يمكن يكون الخلق ده صدفة. فعشان كده بيقول لو أن الأشياء، نص القديس أثناسيوس، لو أن الأشياء قد وجدت من نفسها بدون تدبير حسب اعتقادهم اللي هم الهرطقة، لكان معنى ذلك أن هذه الأشياء قد وجدت في بساطة وتشابه وبدون اختلاف فيما بينها. تختلف ليه؟ ما هي مصادفة، تبقى حاجة واحدة من كل حاجة. بعدين يرد على جماعة تانية اسمهم جماعة الماركونيين أو الماركونية، بدعة الماركونية. جماعة الماركونيين دول قالوا إيه بقى؟ قالوا إن في إله آخر خالق غير اللوغوس، غير الكلمة. احنا بنقول في إنجيل القديس يوحنا إيه؟ في البدء كان إيه؟ والكلمة كان، وكان الكلمة. نقولها بنص بقى، إنارخيين أو لوغوس، في البدء كان اللوغوس، في البدء كان اللوغوس. وبعدين لما بيقول انه في اله اخر خالق غير الله الكلمه، يتعارض مع القديس يوحنا اللي بيقول ايه؟ الكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. في قاعده ابائيه يا ريت احنا كخدام نكون حافظينها، يقول ايه بقى؟ يقول الله يعمل او عمل كل شيء بالابن في الروح القدس. نقولها بالمضارع احسن، الله، الله الاب، يعني الله الاب او الاب يعمل كل شيء بالابن في الروح القدس. ما هو ده ايماننا، لان الابن هو عقل الله، هو نطق الله، هو حكمه الله. قال عنه معلمنا بولس الرسول في كولوس 2:3 المزخر فيه جميع كنوز الحكمه والمعرفه، المزخر فيه جميع كنوز الحكمة، فهو حكمة الله وعقل الله. إذن الإب الثالوث كله يشترك في عملية الخلق، لكن مين دور الخلق بالذات؟ الإبن برضه. وعشان كده لأنه خالق، نسبة أنه هو خالق، هو الوحيد اللي كان يقدر يجدد طبيعة الإنسان زي ما نشوف في أقوال القديس أثناسيوس. فالماركونيين قالوا انه في خالق غير الله الكلمه، وطبعا حرموا الزواج والخمر وغيرها الى اخره، كان لهم مدرسه فلسفيه. يقول القديس أثناسيوس كيف يمكن ان يكون خالق اخر سوى الله بالمسيح؟ يعني الله الاب بالابن، وطبعا بنكمل في ايه؟ في الروح القدس. دي مدرسه تانيه. يبقى رد على جماعه الابيكوريين ورد على جماعة الماركونيين أو الأبيكورية. سهلة شوية نقول الأبيكورية. نمرة 2 رد على الماركونية. الأبيكورية قالت إيه؟ ده الخلق إيه؟ صدفة مش مصادفة، لا لا يمكن. نمرة 2 الماركونيين قالوا إن في خالق غير الله الكلمة. طب ولو في خالق غير الله الكلمة يبقى في إله تاني، يبقى الكلمة ما هوش إيه؟ هم المين وقف وقال أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا والحي إلى أبد الأبدين؟ مين اللي وقف على قبر العازر وقال له العازر هلم خارجا من هو معطي الحياة؟ مين اللي قدر يمشي على المية وياخد بطرس معاه؟ مين اللي هو بيقول قال لليهود قبل أن يكون إبراهيم أنا إيه؟ أنا كائن. ودي هنشوفها في تعليم القديس أثناسيوس أكتر. فالأبيكورية اللي علمت بمصادفة الخلق ملغية، رد عليه. بعدين رد على الماركونيين اللي علموا ان في اله اخر غير الكلمة، غير اللوغوس، يعني كان موجود او هو الخالق. رد على مدرسة ثالثة اللي هي التعاليم الفلسفية، خليط ما بين الافلاطونية القديمة، بلاتونية، وجماعة الغنوسيين. والغنوسيين كانوا يعلموا ان الخلاص بالمعرفة. فالأفلاطونية القديمة بتقول أن الله خلق العالم من مادة سابقة غير مخلوقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في مادة موجودة قبل كده
إذن هيكون في حد أوجد المادة؟ وهل في وقتها هيكون الله خالق؟ أرجو تصحصحوا معايا في المعلومة الصعبة دي. يعني إيه إن الله خلق العالم؟ بس من مادة كانت موجودة قبل الخلق، قبل إيه هو؟ طب مين أوجد المادة دي؟ لازم يكون في إله آخر كمان خلق المادة. وهنا لو المادة كانت موجودة وبعدين ربنا عمل منها الخلق، يبقى الإله بتاعنا ده ما هوش إيه؟ ما هوش خالق، إنما مجرد إيه؟ مجرد صانع. برافو عليك، مجرد صانع. ففي فرق بين واحد شغال في مصنع عامل بيصنع، وبين واحد بيجيب المادة نفسها بيوجدها، وده الفرق. عشان كده القديس أثناسيوس دايما يقول كيف يمكن، بيسأل الهراطقة، كيف يمكن أن يسمى بارئا أو خالقا لو أنه كان يستمد قدراته على الخليقة من مصدر آخر؟ يعني في مصدر تاني للخلق، وأعني بذلك من المادة. فلو كان الأمر هكذا لكان الله حسب فكرهم مجرد عامل فني يصنع المادة الموجودة. شوفوا دقة الكلام بتاع القديس أثناسيوس، دون أن يكون هو سبب وجودها ولا يكون خالقا للأشياء من العدم. احنا بنقول ان الله خالق لانه يخلق الشيء من ايه؟ من العدم. لكن كون ان تقول انه مجرد صانع وان الماده كانت موجوده، طبعا رد بقوه القديس أثناسيوس الرسولي على هذا الامر، واضحد الفكر الافلاطوني وقال ان الله هو خالق الماده، هو صانعها، هو بارئها. لما نقول حتى صانع و مش معناه انها كانت موجوده، لا، هو معناه هو الذي اوجدها. وتاريخ الفلسفات القديم، اللي يدرس في الفلسفة هيلاقي أن الفلاسفة كانوا دايما يجروا وراء تعبير اسمه العلة الأولى. العلة الأولى، يا ترى مين وراء الأشياء؟ مين خلق الأشياء؟ فكان في عرفهم أن في علة أولى، وأن الله هو العلة، أو الإله هو العلة الأولى. القديس أثناسيوس بيصر أن الله إلهنا الإبن الكلمة المتجسد هو العلة الأولى لكل الأشياء، هو واجد الأشياء، عشان كده هو الله الخالق. طبعا اللي كتبه القديس أثناسيوس لازم نحترم فيه حاجة جميلة أو نتعلمها منه، هي روح الاتضاع في التعليم. وهو بيكتب ويرد بقوة على الفلاسفة، عارفين يستشهد بمين؟ بيستشهد بمن سبقوه في الكتابة، وبيستشهد بحاجات يعني أبسط منه بكتير، لكن يسترجع لأقوال الآباء الرسوليين. الآباء الرسوليين اللي هم زي كتاب الراعي هرماس، وزي إغناطيوس الأنطاكي، وزي بوليكاربوس تلميذ قديس يوحنا. مش الآباء الرسل، لا، الآباء الرسوليين هم أتباع الرسل، لما الجيل الثاني بعد الرسل مباشرة، فنسميهم الآباء الرسوليين. فهنا بيقول ده، بيستدل بكتاب للراعي اسمه الراعي هرمس أو هرماس، وجايب قول بالرغم أن الكنيسة طبعا ما بتقبلش كل ما هو داخل الكتاب، لكن استشهد بفقرة منه، يعني بيرجع للسابقين. هنا القديس أثناسيوس بيعلمنا أنه بيرد على أو بيأكد على أن الخلق حقيقة، وأن الخالق هو مين؟ هو الابن الكلمة، هو اللوغوس. بعد ما مهد أو رد بطريق الفلاسفة أو رد بالمنطق على الفلاسفة، يروح يرد بقى بالعهد القديم لمين؟ لليهود. يا على جمال القديس أثناسيوس، الردود اللي هي إيه؟ يعطي كل واحد شبعه، يرد على الفلاسفة والمنطق، وبعدين يرد على اليهود بإيه؟ بالعهد القديم. مش عندكم التوراة؟ مش عندكم أسفار الأنبياء؟ تعالوا، إيه رأيكم إن موجود عن التجسد في نبوات الأنبياء؟ فتلاقوه هنا في صفحة 5 عندك، يتكلم عن مفهوم التجسد في العهد القديم، وإن الله حتما كان لابد أن يتجسد، ويبدأ يجيب النبوات من أسفار التوراة ومن سفر إشعياء ومن سفر هوشع ومن سفر التثنية ومن أرمية ومن مزامير ومن إشعياء، اللي هي النبوات اللي بتتكلم بدءا من
ان المسيح ابن المرأة الذي يسحق رأس الحية، لحد ما يقول عن ميلاده وتولد فين، وهل عذراء تحبل وتلد ابنا، وهل السيد الرب يعطيكم نفسها آية، مش كده؟ العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه ايه؟ عمانوئيل. ويتكلم عن رئاسة المسيح ورئاسة كهنوته ورئاسته كصاحب سلطان، لما بيقول سلطانه على جميع الشعوب. تكلم عن ميلاده، هروبه لمصر، كل دي نبوات موجودة بس عشان الوقت، وده كلام يعني سهل ان احنا نقراه، فانا بعد عليه بسرعة شوية معاكم. تكلم حتى عن صلب المسيح حسب اشعياء 53. تكلم عن المسيح رجاء وخلاص الامم بحسب اشعياء 11 وبحسب سفر المزامير. تكلم عن الصليب والصلب، حتى الكلمات اللي على الصليب الى اخره. وبيتساءل مع اليهود، طب إذا كان عندكم النبوات دي، فمن هو الذي ولد من عذراء فقط؟ وليه اتولد من عذراء فقط؟ ويبدأ يدي إيه؟ يعني يتحاور بشكل تساؤلي أو الكاتيشيزما، أو زي ما بيسموها كده، اللي هو السؤال والجواب يعني. ومين اللي وقت ميلاده ظهر نجم متابع المجوس؟ وليه؟ وإزاي؟ ومين اللي يعمل ضجة كده في أورشليم؟ ومين اللي هيرودس ده يضطهده هو طفل صغير؟ ومين اللي ينزل مصر ويرجع بهذه القوة؟ ومين إلى آخره؟ طبعا عايز أقول لهم إنه كل ما هو مكتوب عن المسيح في نبوات العهد القديم، زي ما قال القديس متى، كما قيل بالأنبياء، كما قيل بالنبي القائل، مش كده؟ طيب، كل ده لكي يتم ما قيل بالعهد القديم. يبقى دي الجزئية الثانية، يبقى رد على فلسفة ورد على اليهود، ويبدأ بقى يدينا قناعة واحتياج لقضية الفداء. يبقى كده أكد مسألة الخلق مع الفلسفة، دي ما عندهاش شك في اليهودية لأن موجودة في التوراة، وأكد مسألة السقوط، وقال يا جماعة بقى تعالوا نفهم، مش ربنا يعني وإلهنا ومخلصنا لما خلق آدم قال له من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة إيه؟ معرفة الخير والشر. فلما أكل آدم قال له يوم تأكل منها موتا إيه؟ موتا تموت، موتا تموت. كلنا عارفين القصة. قديس أثناسيوس الرسولي بقى العظيم لما يحكي الموضوع يقول يا جماعة هنا كانت القضية، يقول تعبير قضيتنا، أما قضيتنا نحن فهي، يعني عندنا مشكلة كبيرة. المسألة ما كانتش سهلة، قضية التجسد هي الخلاف بيننا وبين أي دين آخر محيط بنا، هي ما يميز مسيحيتنا، هي خلاصنا. لو شككنا فيها أو تلعبنا فيها أو ما فهمناهاش، يبقى احنا بنضيع خلاص هذا مقداره، زي ما قال القديس بطرس، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا إيه؟ هذا مقداره. فالقديس أثناسيوس يعطي شروط بقى للفادي. إذا كنا نحتاج، اتخلقنا بجد، سقطنا بجد، طردنا من الفردوس بجد، بدأنا نتوارث الطبيعة الفاسدة، الدم في جسمنا بقى فاسد، بدأنا نتوارث ناخد الموت كنتيجة للسقوط، كلنا مولودين في حالة الخطية. طلع طبعا التعاليم دلوقتي يقول لك مين قال ان احنا ورثنا الخطية ومين وقعد ضحكوا عليكم، دي الكنيسة بتعلم بقالها 2000 سنة غلط. تعال يا صاحب الاستنارة والعقل الراجح يعني، وقول لنا احنا كنا بنتعلم غلط، ايه التعليم الجديد؟ ما لناش دعوة بخطية آدم. طب ولما تفتح رومية 5:12، واللي معاكم على الموبايل دلوقتي يتابع معايا، مش موجودة على النص، يقول كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ الذي فيه أو إذ فيه أخطأ الجميع، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ فيه أخطأ الجميع. ونروح على كما بإنسان واحد اللي هو مين؟ محتاجة شرح دي؟ آدم دخلت الخطية إلى العالم، يعني الخطية التعبير اليوناني سارت، الخطية سارت في الجسم، عارفين زي سم الحية
لما بيسرف جسم الإنسان، ما التعبان بيقرص الواحد يعني، أو بيعض الواحد في أي حتة من جسمه، خاصة لو الرجل، وتلاقوا السم بدأ إيه ينتشر. كما بإنسان واحد سارت الخطية، مش سارت ولا سين ولا صاد، سرت سريان آس، فسارت الخطية، دخلت الخطية إلى العالم وانتشرت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، وكده خدنا الموت. وما إحنا بنموت ليه؟ وما إحنا بنعاني من الخطية والشر ليه؟ ما هو من وقتها فسدت الطبيعة، فأصبحت الطبيعة قابلة للشهوة والفساد وإلى آخره. وهنا لابد أن يأتي فادي يجدد هذه الطبيعة ويوقف حكم الموت عنا، ويرفع حكم الموت، ويكون طبعا بالشروط اللي احنا هنشوفها في الفداء. فلو سمعنا أي تعليم على الفيسبوك، على النت، على غيره، على المدارس المتفلسفة، يقول لك احنا ماليش دعوة، أنا مالي، أنا آدم أخطأ. قديس العظيم كيرلس عمود الدين يا حبايبي يقول مثل جميل استخدموه في الخدمة، وخدوا بالكم منه. يقول كما أن جذع الشجرة، جذع الشجرة قد أصابه المرض، فسار المرض إلى جميع إيه؟ الأغصان والأوراق وكل حاجة والثمار. ما الجذع باظ ضربه المرض، فالمرض بيسري جوه، جوه اللحاء والحاجات دي اللي داخل الجذع، دخلت في الأغصان ودخلت في الأوراق، لأن الجذع نفسه إيه؟ الأساس مريض. فالجزع ده يطلع مين؟ يطلع آدم وحواء، فتوارثنا. يقول لك أصل ما أصل كلمة الخطية يا سيدي، تسميها خطية آدم، نسميها الخطية الأولى، نسميها الخطية الجدية، نسميها المعصية الأولى في فكر الآباء، والمعصية الأولى نسميها خطية أبوينا آدم وحواء، نسميها المعصية بتعبير المعصية بس كده، البرافسي، الآباء يقولوا البرافسي، أو البروباتريكية أمرتية اللي هي الخطية الجدية، خطية الجد الأول آدم. فتتسمى زي ما تتسمى، إنما مش هنختلف على أنه إن إحنا بالخطية زي ما قال داود في المزمور، وبالخطية ولدتني إيه؟ ولدتني أمي. وإلا زي ما هنشوف مع القديس أثناسيوس، فلماذا ولد المسيح من عذراء دون زرع بشر؟ ما كان يتولد ولادة عادية، وأصلا ما كانش في داعي أنه يتولد ويتجسد لو لم نكون ولدنا كلنا في حالة الخطية. وعشان الناس ما تزعلش، ممكن نبسط الأمر بطريقة تانية. لما يا جماعة دايما أقول كده، أب وأم محكوم عليهم بالسجن، مش أبوينا آدم وحواء كانوا في الفردوس؟ اضطردوا ودخلهم السجن، اضطردوا خارج الفردوس فدخلوا سجن. اي حد من اولادهم ومن نسلهم هيتولد فين؟ في الفردوس؟ مش ممكن. هيتولد فين؟ في السجن. فتولدنا مسجونين. تقول وانا ذنبي ايه؟ نقول لك وانت يعني كنت دفعت ايه في الفداء؟ وانت يعني كنت تعبت في ايه؟ ما المسيح عطاك الفداء مجانا، احنا تعبنا في ايه؟ احبنا على يعني احبنا وفدانا، كنا نستاهل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ايه اللي دفعناه واللي تعبنا فيه؟ فازي يا عم ما ماشي، ما كانش ليك ذنب انك انت كنت وريث شرعي لادم، لكن كمان ما كانش ليك تعب ولا بذلت مجهود في الخلاص. يبدا القديس أثناسيوس، نمشي على كم خطوه كده، هو موضحها جدا. قال يا جماعه بصوا، القضيه بقت قضيتنا والخطيه بقت خطيتنا، تعالوا نشوف الفداء بقى. مش خدنا الخلق وتثبت، أمنا بالسقوط، وإحنا أدي الوضع الحالي بتاع البشرية يرسى له، وأدي إن إحنا محتاجين فادية في دينا. تطلع في الآونة الأخيرة دي آخر ما كنا نتوقع، يطلع حد لابس أسود زي كده ويقول لك ما تقولوش فادي، دي كلمة فادي مش موجودة في الكتاب المخلص، قولوا فادية بس. يا عم ما إحنا بنقول فادينا ومخلصنا يعني وكلمة سوتيروس اليونانية معناها فادي أو مخلص، يعني هي بس الترجمة، المترجم يترجمها مخلصنا ماشي، يترجمها فادينا ماشي. وإحنا بنقول في الجمعة في أسبوع الألام يوم الأربع، في سوتيريا إفعواب، سوتيريا يعني إيه؟ يعني خلاص، خلاص أو فداء. فالفادي بقى سوتيروس من أجل خلاص. قديس أثناسيوس يضع شروط الفادي، فيقول الفادي لازم يكون نمرة واحد أزلي،
أزلي، تقدر تكمل أزلي. فبنص القديس أثناسيوس يقول: إذ نزل إلى عالمنا كلمة الله الذي بلا جسد عديم الفناء، الأزل يعني، وهو كائن مع أبيه. دايما القديس أثناسيوس عنده حساسية إن الأب والابن إيه؟ واحد، مش كده؟ لأنه بيجابه القضية دي. أثناسيوس بيحاول يعزل أو يفصل الأب عن الابن، ويقلل الابن عن الأب، الأب فوق والابن إيه؟ والابن تحت. فحساسية القديس أثناسيوس يقول: لا، الذي هو كائن في حضن أبيه. وده تعبير القديس غرغوريوس في القداس الغرغوري، أيوة، الابن الكائن في حضن أبيه. وده الكلام اللي قاله ربنا يسوع المسيح لليهود لما قالهم قبل أن يكون إبراهيم أنا إيه؟ أنا كائن. وده الكلام اللي قاله في سفر الرؤيا: أنا هو الأول والآخر، أنا هو الكائن والذي كان والذي إيه؟ يأتي، أنا الماضي والحاضر والمستقبل. فهو أزلي. يشدد على دي القديس أثناسيوس، لازم يكون أزلي، لأنه لو مش أزلي وليه وجود، لو في حد أو أوجد المادة ولا حد موجود قبله الآلهة أخرى، يبقى ما هوش الله، لازم يكون أزلي لأنه هو الله. نمرة اثنين: إنسان كامل. صحيح هو أزل، لكن في نفس الوقت إيه؟ إنسان كامل. فقد أخذ لنفسه جسدا، أخذ لنفسه جسدا. يقول: فلقد أدرك الكلمة جيدا أنه لم يكن ممكن أن يقضي على فساد البشرية بأي طريقة أخرى سوى الموت نيابة عن الجميع. الناس اللي متابعة البدعة الحديثة يفهموا قيمة المصطلح ده، مات نيابة عن الجميع. ده مش كلامي أنا، ده كلام مين؟ قديس أثناسيوس. يبقى الناس اللي بترفض الموت النيابي يقول لك: لا، ده تعريف غلط، وده تعاليم القرون الوسطى. قال له: ده كلام أثناسيوس العظيم، ده شارح لآيات الإنجيل. فالحتة دي نحط وإحنا بنقرأ تجسد الكلمة، نحط تحتها 100 خط أحمر كده: مات نيابة عن الجميع. ويقول: ولهذا اتخذ لنفسه جسدا قابل إيه؟ قابل للموت. فهو إنسان كامل وقابل للموت، لأن اللي أخطأ إنسان، فلازم يشيل الخطية إنسان. وإنسان كامل نفسا وروحا وجسدا، لأن البدع والهرطقات اللي جت بعد كده يا إما يقولوا إنسان بس بلا روح بشرية زي أبوليناريوس، يا إما يقولوا يعني إنسانيته الإنسانية بتاعته زابت في اللاهوت زي الأوطاخية، بدعة أوطاخ، يا إما إنسان كامل بس كان اتكون وبعدين حل عليه اللاهوت لما كبر، ده نسطور، وهكذا. فقديس أثناسيوس جماله بقى وعظمته إنه بيدي المصطلح اللي بيرد بيه على كثير من البدع اللي كانت سبقت أو لاحقة فيما بعد. هنمشي بسرعة دي، يبقى نمرة واحد هنقولهم بسرعة: أزلي، نمرة اتنين إنسان كامل، نمرة ثلاثة خالق زي ما شايفين. ليه خالق بقى؟ لأن الطبيعة فسدت ومحكوم علينا بالموت، محتاجين من يجدد طبيعة الإنسان، من يجدد الطبيعة الفاسدة، من يعطيها الخلود بدل الفساد. يقول القديس أثناسيوس بسرعة: لكي إذ كان الجميع ماتوا فيه، ماتوا في المسيح يعني، فأنه يبطل عن البشر ناموس الموت. عشان كده الوحيد اللي قدر يقف في وجه الموت ويقول له: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ ومين هو المسيح القائم بين الأموات؟ فبنفسه قدر يموت أو يقدم الموت نيابة عن الجميع، عن كل البشرية. نمرة ثلاثة خالق، خالق ديميورغوس يسموه في اليونانية كده، يعني يجدد طبيعة الإنسان بعد الفساد. يقول: أيضا فإن البشر الذين رجعوا إلى الفساد بالمعصية يعيدهم إلى عدم الفساد ويحررهم من الموت بالجسد. عشان كده قدر لما مات عنا ولأنه خالق قدر يشيل الفساد وقدر يحررنا من الموت بالجسد. نمرة أربعة قبل الموت باختياره. في فرق بين يقبل الموت أو يموت، في فرق بين أن هو يموت أو يموت باختياره. ممكن يموت قهرا أو إجبارا أو حكما، لكن مات باختياره، جاء لكي يموت. فقبل الموت باختياره. يقول قديس أثناسيوس إيه؟ فقد بذل جسده للموت، تاني بيكرر، عوضا عن الجميع. فوق قلنا إيه؟ نيابة عن الجميع، ودي في مقولة تانية: عوضا عن جميع. طالعة مدارس غريبة وأفكار
بتهدم في الإيمان وللأسف للأسف لابسين أسود زيك ويعلم ويقول لك دي بدع وتعليم فروض ما تعوضا عن الجميع. ده الإيمان الكنيسة تسلمته من مئات السنين وألاف السنين وبتسلمه، مش مسألة قرون وسطى ومسألة فلسفات غريبة داخل على الإيمان. نمرة خمسة، قدوس وبلا خطية. قدوس بلا خطية، عشان كده لما حل الروح القدس على العذراء أو الملاك بيكلم العذراء لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظل. لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فهو قدوس بلا خطية. طب ودي تفيدنا بإيه؟ طالعة بدع حديثة تقول لك ده المسيح خد جسد الخطية أو جسد بالخطية. ليه قال؟ عشان يورينا إزاي ينتصر مثلا ويصوم، إزاي ينتصر على الشهوات، وهو إزاي بقى واحد زينا. يا جماعة طبيعة القداسة لا تتفق مع طبيعة الخطية، ودي كانت مشكلة الغنوصيين. لكن احنا بنقول القدوس لأنه فعلا بلا خطية، ولذلك ولد من عذراء دون زرع بشر فلم يتوارث الخطية. ولو كان هو خد جسد الخطية يبقى مش هينفع يفدي حد، ده كمان محتاج ايه اللي يفديه هو، يبقى ما عملناش حاجة. عشان كده يقول القدوس الذي بلا خطية. وانا جبت من عندي، والقديس أثناسيوس جاب من عنده، مش مكتوب في الكتاب المقدس شابهنا في كل شيء ما خلا؟ تعليم الكتاب نمسك فيه اول كتاب المقدس، قدوس بلا خطية. والقديس أثناسيوس بقى ايه؟ لذلك قدم للموت ذلك الجسد الذي اتخذه لنفسه كتقدمة مقدسة وذبيحة خالية من كل عيب. إذا كان كاهن العهد القديم يجيبوا له الذبيحة عشان يقولوا له الذبيحة دي تنفع ولا ما تنفعش للتقدمة، تنفع للذبح ولا ما تنفعش، فما بالك اللي جاي يقدم حياته ذبيحة عن العالم كله. عشان كده أبونا يوقف في رفع الحمل، يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا، حمل الله الذي بلا عيب. نمرة خمسة، له سلطان على الموت، على الموت عشان يقدر يرفع عنا هذا الحكم المحكوم بعليه. عشان كده يقول القديس أثناسيوس، ولم يعد الفساد الفعل بالموت له أي سلطان على البشر بسبب الكلمة الذي جاء وسكن بينهم بواسطة إيه؟ بواسطة جسدي. كلمة سكن في اليونانية عن سكينو، سكيني، سكيني جاية من سكيني اللي هي الخيمة، خيمة الاجتماع. زي ما كان في العهد القديم الله يسكن وسط شعبه فموجودة خيمة الاجتماع في النص وثلاث أسباط في الشمال وثلاث أسباط في اليمين وثلاث في الجنوب، ثلاث أسباط يمين ثلاث أسباط شمال اللي أو الشرق والغرب والشمال والجنوب والخيمة في النص. هو نفس الوصف اللي وصفه القديس يوحنا اللاهوت لما قال ايه؟ والكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا. الحلول هنا مكتوبة سكيني، خيم بيننا، بس بخيمة ايه؟ بخيمة جسده الحقيقي، بخيمة انسانيته الكاملة، حل بيننا ورأينا ايه؟ مجده كما لوحيد من الآب مملوء نعمة ايه؟ وحق. فهو له السلطان على الموت خيم بيننا، لم يعد الفساد الفعل بالموت له أي سلطان على البشر بسبب الكلمة الذي جاء وسكن بينهم بواسطة جسد. وهكذا سكن المسيح، عشان كده حتى في القداس الإلهي بنقول اتخذ جسدا، أفتشي ساركس، وخد الناسوت الكامل وناسوته لم يفارق لاهوته. وإزاي خده؟ ما كانش الجسد اتكون وبعدين خده، لا، ولا خلية واحدة من أول خلية في جسد المسيح اتكونت، يقول الآباء وجد متحدا بلاهوته، ما كانش فيه فرق، مش اتكون وبعدين اتحد، اتكون وبعدين اتحد يعني في لحظة أو لحيظة أو فهمته ثانية حتى انفصال، لكن وجد متحدا في لاهوته لأن الكلمة حل واتخذ لنفسه إنسانه الخاص. فنقول وجد متحدا فيه، ولذلك أبونا في الاعتراف يصرخ والأؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو الجسد المحي الذي ابنك الوحيد أخذه من سيدتنا وملكتنا والدة الإله، وأؤمن أن لاهوته لم يفارق لحظة واحدة ولا
طرفة عين، وبعدين بلا اختلاط وبلا امتزاج وبلا تغيير طبيعة الاتحاد بين الناسوت واللاهوت. إذن القديس أثناس يا حبايبي لخص لنا الفائدة إن هو الله الكلمة المتجسد، على أنه نمرة واحد قولوا معي أزلي، نمرة اثنين إنسان كامل، نمرة ثلاثة مسموح بالغش خالق، نمرة أربعة قبل الموت باختياره، نمرة خمسة قدوس بلا خطية، نمرة ستة له سلطان على الموت. ربنا يبارك حياتكم، يبارك خدمتكم، وبكرر شكر القدس أبونا أرسانيوس وكل الإخوة الخدام والخدمات لإلهنا المجد والكرامة من الآن والأبد. أمين.